اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف في الدوري المصري. خلينا نرحب بنجومنا النهارده اللي مشرفينا النجوم الكبار، الكابتن الكبير الكابتن محمد حشيش. كابتننا ازيك عامل ايه؟ مبارك يا كابتن وحشنا. الحمد لله انت اكتر، ربنا يخليك. كابتن الكبير كابتننا الكابتن عمرو الحديدي يا عمور، مساء الفل. مساء الفل يا كابتن هاني، اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين يا كابتن. نقول مبروك بدايه الدوري المصري اخيرا، انطلاق الجوله الاولى. يا كابتن محمد عايز اعرف السؤال لحضراتكم انتوا الاثنين، رؤيتك ل كونكلوجن الجوله الاولى كان شكلها عامل ازاي من خلال رؤيتك للفرق؟ في فرق طبعا اول مره بتصعد زي فريق زد، عوده كبيره بعد غياب كبير جدا لبلديه المحله. رؤيتك للفرق اللي دعمت بشكل كبير زي المصري وبيراميدز وغيره، رؤيتك للجوله الاولى يا كابتن؟ يعني بدايه مش بطاله للدوري المصري، بس كنا نتمنى طبعا البدايه تكون مع مباراه قويه زي مباراه النادي الاهلي، كانت دي تبقى افتتاحيه طبعا الدوري. انما هم بداوا طبعا بالجيش والبنك الاهلي، طالع الجيش والبنك الاهلي. يعني الحقيقه كانت على فكره دي نفس المباراه اللي بداوا بيها الموسم اللي فات، كان نفس صدفه بقى ولا ايه يعني؟ يعني كانت مباراة طبعا كويسة، أثبتت فيها الكورة أن المسألة مش موضوع استحواذ بس، لأن لو شفنا طبعا ماتش الجيش والبنك الأهلي كان الاستحواذ كامل يمكن 65 للبنك الأهلي مقابل 35 للجيش. الراجل كان مصر أن هو يبدأ من تحت، يلعب من أول حارس المرمى، وده طبعا يعني مش أي طريقة أنت عايز تعملها تتناسب مع قدرات وامكانيات اللعيبه اللي موجوده. يعني في الاخير طبعا الجيش قدر يخطف المباراه ويكسب 2-0، نتيجه كويسه بالنسبه له في بدايه المكسب، دايما في بدايه اول اسبوع بتبقى طبعا حاجه كويسه بالنسبه للفريق. شفنا بقيه الماتشات بالنسبه طبعا الوافدين الجدد على الدوري المصري لاول مره، مثلا زي زد عامل نتيجه كويسه، يكسب اول مباراه مع الاسماعيلي. مش هنقول على مستوى الاسماعيلي، انما نقول على تاريخ نادي الاسماعيلي. اسم كبير طبعا، اسم كبير يعني. طبعا نادي الاسماعيلي كبدايه طبعا، فقدر ان هو يكسب واحد، ودي يعني انذار خطر من البدايه لنادي الاسماعيلي عشان ما يتكررش المواسم اللي فاتت، لان البدايات برضو بتبقى مهمه جدا. هاخد من كلامك سريعا الجمله اللي انت قلتها، اللي هو على قد قدرات لعيبتك ممكن المدير الفني بيحط التشكيل وبيحط الطريقه المناسبه. هل ما زال، وناس كتير اتكلمت على الكابتن ايهاب جلال مدير فني كويس، ولكن بتنطبق عليه المقوله ديت يعني حابب يطلع حاجه اكبر يمكن شويه من امكانيات لعيبه النادي الاسماعيلي؟ شايف ده فعلا ده صحيح يا كابتن عمرو؟ وخاصه ده بان مثلا في المباراه امام فريق زد. على الورق طبيعي ان احنا بنتكلم الاسماعيلي امام زد الوافد الجديد تكون النتيجه لصالح الاسماعيلي، لكن الحقيقه كمان نادي زد عمل مباراه كبيره يعني. بس يا كابتن هاني، اول حاجه اللي حضرتك بتقوله كابتن ايهاب لما جه في خمس لعيبه مشوا من فرقه الاسماعيلي وما ضفتش حد. انت باهر محمدي، ما انا عارف وقف القيد، عندك باهر محمدي وعندك فراس شوات والوحش وعندك اسمه شامي وعندك احمد مدبولي، خمس لعيبه كانوا مركز اساسي في الملعب، ممثلين شوفوا ده الفرود دوت، فراس دوت كان لعيب كويس قوي، الشامي اللي راح المصري، مدبولي راح البنك، باهر راح المصري. ففرقه اللي موجودين بقى او الكم اللي موجود مع عدم وجود تدعيم يعني خلت عند الكابتن ايهاب في مشكله. القماشه اللي موجوده هيلعب عليها، القماشه اللي موجوده هي اللي هفصلها عشان تلعب مباراه زد. عكس الكلام بالنسبه للكابتن مجدي عبد العاطي، لعب على قد احترامه لفرقه الاسماعيلي واستغلال الفرص من خمس ست لعيبه موجودين من مدرسه النادي الاهلي، عملوا فرق كبير قوي في المباراه، زي شادي وزي مصطفى ميسي. يعني انا يمكن لفت نظري ليبروس محمد اسماعيل، علي لطفي من البدايه، قطه من المقاولين، التوليفه او الكوليكشن اللي هو اختاره كلهم لاقين على بعض، كلهم ما خدوش وقت، ما حسيناش ان فرقه زد مفيش خضه الدوري الممتاز بالظبط يعني، يعني اللي موجودين عندهم خبرات. صحيح. حتى محمد اشرف في النادي الاهلي كله ده لعب بالظبط. انت جمعت الكوليكشن اللي انت عايز تعمل منه فرقه مع المجموعه القديمه، خدت منها الشكل العام، حتى ما طعمت وعملت غياراتك ما فيش فرق كبير قوي بين اللعيبه دي ان هي لعبت ممتاز به الموسم اللي فات من اللعيبه اللي عندها استمراريه وعندها خبرات في الدوري الموسم ده. صحيح. طيب كابتن، انا عايز اتفضل على عمرو. ما هو يعني الاسماعيلي كان بالنسبه له صعب قوي
ان هو ما هو لازم يبيع حد عشان يقدر يصرف ويكمل. هي يعني خلي بالك مجبر يعني افاق لا بطل طبعا. يعني هي القصه كلها ان هو ما استغناش على اللعيبه ديت لمجرد استغنى. طبعا عنده مشكله ماليه فاللعيبه طبعا عندها مستحقات، اللعيبه بتخرج بيجي لها عقود وبالتالي في ناس عقودها انتهت وفي طبعا بجدد. لكن النقطه الفنيه خلينا نتكلم، هل كل الاسباب والمشاكل اللي بيمر بيها نادي الاسماعيلي بتتطلب من الكابتن ايهاب جلال ان هو يشتغل على الجزء دوت بشكل جيد، ان هو يعني ما يفتحش الملعب بشكل كويس طالما ما عندكش امكانيات البيلد اب؟ وخاصه خلي بالك البيلد اب ده بيبدا من حارس المرمى طبعا، وحارس المرمى لو ما عندوش الجزئيه ديت هيسبب مشاكل، وده يمكن اللي حصل في بالزبط. مباراه زدي. وفي نفس الوقت برضه ما هو انا يعني ايهاب جلال هو خلاص اتحط في الموقف ده، فكان لازم يعرف ان امكانيات اللعيبه بتاعته كده، يلعب بقدرات اللعيبه بتاعته ايا كان بقى المنافس. صحيح، لان احنا لو بصينا للتاريخ لا يعني سما والارض. بالظبط، فلازم العب بقى بحته الروح شويه والنادي الاسماعيلي وتاريخ النادي الاسماعيلي ومشجعين النادي الاسماعيلي، فكان لازم اللعيبه نحس منها حتى لو يعني ممكن يبقى في فرقه امكانياتها ضعيفه، اللعيبه يعني امكانياتها ضعيفه شويه او مش اعلى حاجه، بس في نفس الوقت احس بالقوه وبالحماس وبالضغط وبالدفاع عن التيشيرت والبلاننج، ازاي تلعب الجيم، ازاي تلعب بالزبط. بشكل كويس بالزبط. يعني بتعتمد على جزء معين من امكانيات لعيبتك. لان انا لو حسيت ان انا الاسماعيلي بالنسبه لزيد وهنزل وهعمل وبتاع، لا الكوره ما بتعرفش كده، الكوره في الملعب ده امكانيات لعيبه مزبوط. طريقه اسلوب بغض النظر عن المنافس، وده اللي يمكن هو يعني جرس انذار من البدايه، لازم اكيد هيغير حساباته كابتن ايهاب عشان يبتدي، لان هو يعني هنقول على الورق كده المفروض ان هو لاعب ابتدى باضعف فرقه او لسه الفرقه اللي هي يعني لسه ما عندهاش خبرات. خلينا نتفق كلنا ان الجوله الاولى مش هتديك انطباع للدوري المصري، مليون في المية بيلعب لسه الجوله الاولى، وهتلاقي الفرق اللي اتغلبت ممكن تكسب الجوله اللي جايه، او اللي اتعادل ممكن يكسب، او اللي اتغلب، يعني الامور مش هتتاخد طبعا، لكن بس بتدي لا ينطبق عليها الانطباع الاول، لكن ده دوري طويل جدا. انا معاك، بس ممكن تستشف من برضو الاسبوع الاولاني في فرق ولسه هنتكلم عليها، تحس ان اللعيبه مش واقفه على رجليها، طب فين فتره الاعداد اللي انت عملتها؟ بالزبط. يعني لو هنتكلم كده مثلا على اقرب مثال، مثلا المقاولين والبلديه، فرق كبير جدا جدا في اللياقه البدنيه والمستوى، بلديه المحله بتلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه مستمره بنفس المستوى، نفس المستوى ولغايه اخر دقيقه ضاغطين وكسبانين وعايزين التاني. ما الاستعداد كمان على مستوى المقاولين مفنش بشكل مش وحش، كابتن شوقي خبرات كبيره جدا جدا، ممكن جدا جزء من ان احنا بنلعب البلديه بقاله كتير جدا بعيد عن الدوري المصري، جزء من الثقه اللي عند لعيبه المقاولين ان احنا الماتش بتاعنا بشكل او من الاشكال، وبالتالي بيفاجئ في الملعب بفرقه واقفه على رجليها وفرقه غلسه بلغه الكوره. يعني بس ما ادينيش بقى هاني برضو انطباع عن بعض اللعيبه ان في اخر ربع ساعه او اخر ثلث ساعه ده بيبان طبعا في اول مباراه وكرامبات وشد عضلي وناس مش قادره، وفي ناس بتنزل يعني عمار وطلع مش يعني اول ماتش الاصابات فيها كتير. الكرامبات والشد، فده بيديك انطباع برضو ان انت هل ما جهزتش صح بالزبط. نفسك هل ما عملتش فتره اعداد كما ينبغي، تلعب على ارضك، تلعب زي ما انت بتقول فرقه لسه وافد جديد بلديه المحله، انما حسينا انا حسيت من المباراه دي ان لا ده مش المقاولين العرب، وانا اعز عليا طبعا المقاولين العرب، مش هو ده المقاولين العرب بامكانيات لعبته بامكانيات المدرب الكبير اللي موجود معهم كابتن شوقي. صحيح، ان يبقى النتيجه دي، ومش النتيجه كمان، ما انت ممكن زي مثلا ماتش الجيش والبنك الاهلي، البنك الاهلي مستحوذ وانما الجيش خطف، لا انت بتتكلم على مباراه بين المقاولين والبلديه، استحواذ كامل وضغط هجومي كبير جدا جدا، ويعني لا في حاجه. خلينا نشيد كمان ببلديه المحله الحقيقه، يعني عوده للدوري بعد غياب كبير وبيظهر بهذا المستوى، ماتش بره ارضه بيلعب المقاولين فرقه تقيله عندها طبعا جهاز فني عنده خبرات، وبالتالي كل التحيه طبعا للجهاز الفني واللاعبين طبعا. بيهاجم بره البلدية. ارضه جاي بيهاجم بره عنده ارضه شجاعة. في عنده شجاعه عنده شجاعة. عنده شخصيه يمكن يعني معظم المدربين اللي بيبقى بيصعد فرقه ما بيكملش معاها، عبد رؤوف صعد الفرقه ومكمل معاها بالزبط. يعني اقتناع باشمهندس شامي بيه وتكملته نفس القصه مع زيد بالظبط، نفس الكلام مجدي عبد الله، بس مجدي عنده خبرات، يمكن عبد رؤوف اول مره يبقى هو مدير فني، يعني عنده 37 سنه، كان قبل كده مدرب مساعد في الجهاز الفني في نادي الزمالك، هو المره دي واخد التصريح انه يشتغل، حتى اختياراته
للنواقص اللي عنده. عنده لعيب لفت الانظار قوي اسمه ماجد هاني، لعيب صغير مواليد 2003، راجل صغير يعني، انت جايب لعيب بتلعبه اول مره يبقى موجود على الساحه وتديني فرصه واجيبه كويس.